دماء في موكاديشيو، الخوارج الجدد يواصلون رحلة الدم. في الصومال كل شوية بنشوف أخبار سيئة، تقريبا منذ نشأة التطرف الديني في الصومال لا توجد أخبار جيدة من هذا البلد. شفنا قبل كده في 2017 أكتوبر 2017 حصل تفجير إرهابي ضخم في الصومال في العاصمة موكاديشيو. شاحنة عملاقة عربية نقل كبيرة جدا محملة بالمتفجرات في وسط تجمع للناس في موكاديشيو مات 512 شخص. تخيل العدد، 512 شخص في عملية واحدة لشاحنة ضخمة في موكاديشيو محملة بالمتفجرات. المتطرفين حركة الشباب هم اللي نفذوا هذه العملية المشينة. فبراير 2018 عملية إرهابية أخرى. منذ أيام استيقظت موكاديشيو على كارثة إرهابية، إن قام الإرهابيين بتفجيرين في العاصمة موكاديشيو. التفجير الأولاني اللي حصل قدام قصر الرئاسة في موكاديشيو، وفي حاجز لشرطة الرئاسة، فجروا هذا الحاجز لشرطة الرئاسة قدام القصر الجمهوري في موكاديشيو، ومات كتير جدا في هذا التفجير. بعد قليل دقائق كان في تفجير تاني قدام فندق في موكاديشيو، وأيضا قتل العشرات. في الساعات الأولى قتل أكثر من 50 إنسان في موكاديشيو نتيجة التفجيرين، التفجير اللي قدام الحرس الجمهوري، اللي قدام القصر الجمهوري واللي أصاب شرطة الرئاسة، والتفجير التاني اللي قدام أحد فنادق موكاديشيو. حركة الشباب اللي هي تنظيم القاعدة في الصومال قالت إن هي اللي عملت كده. الحركة دي ظهرت سنة 2007 ل 2018، 11 سنة من انعدام الأمل في هذا الوطن الصومال. هذه الحركة الإرهابية اللي كل شوية تقتل مدنيين ما تعرفش هم مين دول، لما عربية نقل تخش في وسط آلاف الناس تقتل 500 إنسان، أو يفجروا نقطة شرطة، أو يفجروا فندق، أو يفجروا سوق، أو يفجروا مسجد، فهم بيقتلوا على وجه العموم أي إنسان صومالي، وكلهم مسلمون وبغض النظر عن الدين، إنما حتى بالنسبة لهذا الادعاء فكل الصومال من المسلمين. فطبعا لما حد يتابع هذه الأخبار ويشوف حجم الآلام اللي الصومال تعرضت ليه وشعرت به لسنوات طويلة جدا نتيجة هذه الأعمال الإرهابية الضخمة، احنا بنتكلم طبعا على شيء مروع جدا لتنظيم القاعدة، حركة الشباب في الصومال. والحقيقة ان الصومال محتاج مجهود كبير جدا عشان يرجع الى ما كان في الستينات او السبعينات، كان افضل كثيرا مما يبدو الان. انما الخوارج الجدد قطعوا الامل في تقدم الصومال. الصومال محتاج جهود ضخمة جدا عشان يتجاوز تنظيم القاعدة، حركة الشباب، وكل جغرافيا التطرف في الصومال من أجل العودة إلى ما كان عليه الصومال من قبل.